بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا لا تجعلنا ممن يقولون ولا يفعلون. لقد قلت يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. واحنا كلمة كبر مقتا تخيبنا يا ربنا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. محبة حد كيف يستحيل، على ضميرنا مرتاح، عقلنا نير، روحنا صافية، وربنا ورانا دروب الصفاء والاستغناء عن كل ما لا يليق بنا. نحن ربنا طالب التمام والكمال، ونزيد نقولوا باش نزيد نعلموكم درجة سعادتنا. من عرف غرف، واللي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرفت فالزم. عرفنا الله سبحانه وتعالى، فلزمتنا المواقف المشرفة لنا حتى يرضى عنا ربنا، فنشري نفسنا من الله إلى الله. أعطانا خذيناها الروح، حملناها بأيدينا النظيفة، وقدمناها إلى الله كبرهان وعربون محبة لله، وعربون توحيد لله، وعربون نوقر الله حق توقير. وأما أنتم غاربي فيكم وما قدر الله حق قدر. أي ثبتوا رواحكم، هل مازال بعد البيان هذايا عندكم حجة اللي يدخلكم امضوا في هذا الطريق؟ الطريق هذه فيها ألغام كثيرة، ومن وضعها الشيطان حتى ينفخ فيكم، حتى يجي نار ويفرقعكم وأنتم تحت غضب الرحمن. نسأل الله السلام.